أيها الشعب، سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل، وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا الواجب. كان وطننا في الماضي ذا شهرة وقوة، وإن عملنا باتحاد وتعاون فسنعيد ماضينا مرة أخرى، وسيكون لنا المحل المرموق في العالم العربي. كانت عمان بالأمس في ظلام، ولكن بعون الله غدا سيشرق فجر جديد على عمان وأهلها. حفظنا الله وكلل مسعانا بالنجاح والتوفيق.